اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الاجتماعي قضايا دوت كوم. لم يكد ينتهي الجدل في مجلس النواب وحتى بين مؤسسه المجتمع المدني حول زواج الصغيرات وجوازه من عدمه، حتى تفجر جدل اخر بادخال زواج الصغيرات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ليفتح الباب مجددا حول هذه القضية وجدوى دخولها في الحوار الوطني وما الذي سيتغير في مجتمع فيه الأعراف تحكم هذا المجتمع إلى حد كبير. سيكون معي في هذه الحلقة الشيخ الدكتور محمد أحمد الوزير الوقشي، وهو أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مرحبا شيخ. والأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب. مرحبا أستاذ شوقي. والأستاذة أمل الباشا الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني. أيضا سينضم معنا في هذه الحلقة حالة من الحالات التي تزوجت مبكرا وكانت قاصرة حال زواجها، لكن قبل ذلك كالعادة نتوقف مع هذا المقطع الذي كان في قناة البي بي سي في برنامج لجنة تقصي الحقائق حول زواج الصغيرات. هم كانوا عارفين انك تزوجتي؟ ايوه. ايش كانوا يدعوا لك يا عروسة؟ ايش كانوا يقول لك؟ ايوه عروسة. كانوا فرحانين بيكي؟ في بنات عمك بسنك؟ لا. كبار؟ يعني كرمني بعشرين سنة. بعشرين سنة؟ سنة. عمرهم عشرين سنة ولا أكبر منك بعشرين سنة؟ لا، في بعضهم عمرها 36، واحدة عمرها 40، هي كبير. متزوجة؟ في بنات في عائلتكم تزوجوا بسنك؟ لا. أكبر واحدة تعرفيها تزوجت كم كان عمرها؟ ليش أحد يعني؟ طيب ليش؟ ايش عرفني؟ ليش أبوك زوجك؟ حماك أمي. ها لحظة لحظة. ليش؟ هناك أمي. أمك مطلقة؟ أنا صايح انفصلوا شوي. أيوه اختلفوا انفصلوا؟ ولما انفصلوا هو يريد يغيظ أمك؟ أيوه. يزعل أمك؟ أيوه. كيف الأم يعني؟ أيوه. وأخذني يعني وكان يتصل لي، كان يقول لها بكيتي ولا لا؟ ها يعني بعد ما زوجك كان يتصل لأمك ويقول لها بكيتي ولا لا؟ يعني مستمر في أنه في الحناكة في الإيغاظ. أيوه. طيب ريم كيف طلقتي؟ هو لسه. إنه احنا حليناها ودي انه كل واحد يروح لبعض حاله. بدون طلاق؟ لجأت لمين في الاول؟ مين اللي توسط في مسألة حل المشكلة؟ ابي. ابوكي اللي زوجك؟ ايوه. هو اللي حل رجع للبيت وحليناها. انت اول ما بعد ال 11 يوم ايش عملتي؟ حمست نفسي اني تعبانة عشان يطلعوني. يطلعوني لعند ابي. لعند ابوكي وبعدين؟ وبعدين كنت انام على اساس اني بهرب، كان بدي اصلحها بداكي وما خارج الباب، ما قدرت. بتهربي يعني قفل عليك الباب عشان تعرفي بتهربي لها؟ عند امها. اذا نبدا مع الاستاذ شوقي القاضي الذي كان حاضرا في هذا البرنامج لجنه تقصي الحقائق. كان ملفتا ان البنت وايضا الاب يتحدثون ان سبب الزواج نكايه بالام. الموضوع الاخر الاب حرص وقال عمرها 14 سنه ونصف وكانها كبيره في نظره. ايش اللي توقفت عنده في هذه الحلقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخي عبد السلام، اولا اريد ان انبه بموجب الاتصال الذي دار بيني وبينك اننا نعيش ظرفا سياسيا اقرب الى مخاض في مطلق الطرق، وبالتالي علينا الان في هذه المرحله قبل ان ادخل في الموضوع ساجيبك، نعم، ان يصطف الجميع وان تصطف مكونات المجتمع كلها لتحقيق التغيير الذي حصل. هناك ما يقارب 2000 شهيد، هناك جرحى، هناك دماء ازهقت، هناك مصالح عطلت من أجل ثورة خرج اليمنيون بما لا يقل عن 35% إلى الساحات ينشدون هذا التغيير. ولهذا أنا أتصور أننا في هذه المرحلة ينبغي أن نصب جهودنا أولا
ولا مانع من أن نناقش كل قضايانا، لكن نصب جهودنا أولا لتحقيق التغيير المنشود الذي حصل، الذي يتمثل أولا بنقل السلطة كاملة، بتوحيد الجيش وهيكلته وتوحيد الأجهزة الأمنية، بإبعاد الذين شكلوا على مدار التاريخ السياسي اليمني أذى في طريق اليمنيين، وبالتالي لابد من إماطة الأذى عن الطريق، عن طريق هذا أمر. إذا تحقق ذلك ستعالج قضايانا كلها. قد تسألني هذا السؤال، ما الرابط بين الموضوعين؟ الرابط، لو كانت الأمور طبيعية لنوقش هذا الموضوع في مجلس النواب، ولو شكلت لجان علمية ما بين علماء الشريعة وعلماء الطب وعلماء النفس وعلماء النساء والتوليد وإلى آخره، ونوقش الموضوع بحياد بعيدا عن المكايدات السياسية. لكن لأن السياسي السابق الذي ثار اليمنيون ضده استخدم حتى هذه الورقة، استخدمها لشق المجتمع وضربه فيما بينه. أنا أتصور، أنت تعرف أخي، لو كان الإخوة، لو كان النظام السابق جاد في الموضوع يريد أن يناقشه، أو لو كان حتى يريد أن يمرره لاستطاع، لأنه يمتلك 240 عضو، مثل ما يمرر القروض، مثل ما يمرر الفساد، مثل ما إلى آخره. إذن هذه النقطة الأولى، أنه ينبغي الآن أن نجر إلى أي صراعات بعيدا عن هدف يجمعنا كلنا، خاصة أن الموجودين الآن كلنا من دعاة التغيير وناشدي التغيير وثوار لا أحد يزايد علينا. شيخ محمد الوقشي، أستاذ أمل الباشا، أنت، أنا، إذا ليس بيننا مطلقا أي خلاف يتعلق في موضوع التغيير. طيب إذا عدنا إلى النقطة، وهي نقطة أنه الحناك كما تقول، أو أنه إغاظة الأم إلى هذه الدرجة، إلى أي مدى هذا متحقق في زواج الصغيرة؟ نعم، هو بقول لك، أنا ليس فقط في زواج الصغيرة فقط، للأسف الجهل الذي تعيشه كثير من الأسر والتفكك الذي تعيشه كثير من الأسر يدفعها إلى كثير من المآسي، ليس فقط إلى تزويج الصغيرات الطفلات. وأنا هنا أفرق بين مصطلحين حتى يعني كما يقال نعرف أين نتفق وأين نختلف. نحن في موضوع مصطلح الزواج المبكر قد نتفق أو نختلف، ما تعريف الزواج المبكر، ما سنه، لكن لا أعتقد أننا سنفترق كثيرا إذا ما قلنا تزويج الطفلات والصغيرات. حتى الذين يبيحونه يا أخي الكريم هم يبيحونه كإقامة عقد فقط، لكن لا يبيحونه دخول ولا يبيحونه كزواج، ويعطون هذه الطفلة الحق في أنها تلغي برم هذا الوفاق. إذا أريد أن أؤكد هنا أنه ليس هناك أحد يختلف في موضوع زواج الطفلات والضرر الحاصل الذي يحصل عليه. خلي أسأل الشيخ الدكتور محمد الوقشي، ما الحكم؟ هو قال بأنه الكل يجمع، ما الحكم في زواج الصغيرات؟ نحن شاهدنا هذه الطفلة، ما الحكم في تزويجها وتزويج من هن في سنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا هناك حول هذه المسألة حدث لغط وسوء فهم للناس، فهموا وحدث تصور خاطئ يعني. والسبب أنا أظنه بعض وسائل الإعلام، لأنه لما يصور بنت يعني أو طفلة صغيرة يتوجوها ويصوروها في بعض الصحف وبعض القنوات بهذا الشكل، أنه الإسلام يجوز مثل هذا، طبعا لا يعني. حتى لو راجعوا النص القانوني الذي هو أصلا مستمد من الشريعة الإسلامية، الذي كان هو أصلا موجود والذي كان يطلب تعديله، وهو هذا الذي أثار النزاع يعني، هو يجوز العقد فقط يعني. الإسلام لو كانت في سن صغير وأراد أن يعقد عليها من باب كأنهم باب الحجز لها يعني بالتعبير العادي، لكن قطعا الشرع لا يجوز الدخول إلا إذا كانت قادرة على تحمل الوط، قادرة على تحمل المسؤولية فيما يتعلق بهذا. فحتى في النص القانوني نفسه ولا تزف يعني، ما يعني هم صوروا على أنهم يمكن يزف. القدرة هذه مرتبطة بالسن دكتور؟ القدرة يعني هناك قاعدة شرعية يقول ما لم يأتي تحديده من جهة الشرع يضبط فيها العرف. طبعا بالنسبة قد جاء الشرع بتحديده، فجاء بالإنبات يعني الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هناك نص يقول أنه هناك فترة يبلغ فيها النكاح بالبلوغ. ثم يقول ما هو البلوغ، ما ضابط البلوغ؟ قالوا أن تحيض المرأة أو تحمل، وبالنسبة للرجل يعني بإنبات واحتلام وبلوغ 15 عام، حددوا يعني البلوغ يكون بالإنبات يعني ظهور العانة
أو الاحتلام أو ظهور 15 عام إذا، وهذا يشترك فيها الرجل والمرأة. يعني فإذا ظهرت هذه الأشياء المؤشرات البلوغ فقد يعني هو مؤهل الآن للنكاح بدون نحتاج إلى تحديد، لأنه في بعض الأحيان خاصة حتى في مجتمعات اليمنية بعض النساء يكون جسمها ما يشو متحمل حتى الوط، حتى بعض الأحيان يحتاج أكثر من 15 عام يعني حتى أحدد، لكن في النهاية هي متى ما طاقت الوط مدام تحملته يعني من ناحية شرعية إيش لا مانع، لكن يصور بطفلة ويزفوها يعني هذا طبعا تشويه. طيب أستاذ أمل، أستاذ أمل 15 عام للنساء كما قال هو قادر على التحمل، إيش المطلوب من طبعاً؟ الذي يحدد إذا كانت قادرة للوط أو لا؟ بس دعني في البداية أعلق على كلام الدكتور الأستاذ شوقي القاضي بأن نحن الآن في مرحلة يعني أدت إلى خروج الناس بالملايين إلى الشارع وإلى التغيير وإلى نقل السلطة. إذا أنا هنا مع فكرة الأستاذ شوقي، نحن أردنا نقل السلطة، ولكن نقل السلطة لماذا؟ نقل السلطة لأجل هذا التغيير الشامل. ربما هو كسياسي يتحدث عن نقل السلطة من باب نقل السلطة لسلطة القرار السياسي فقط، لكن أنا ناشطة لست سياسية، أنا مع أن نقل السلطة يضمن لي تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، وهذه هي فرصتنا. خرجنا للشارع جميعا لا فقط لننقل السلطة والكرسي من حزب إلى حزب، ولكن لنغير في هيكل طبيعة النظام. طيب. ولذلك خرجت النساء لا لأنها مع أحزاب، ولأنها أرادت أن تحسن من شروط الحياة من طبيعة الحياة. أقول لك لماذا الآن نحن طرحنا هذا الموضوع؟ للأسف الشديد هناك لغط كبير بين كثير من المثقفين الذين تفاجأوا بوضع موضوع زواج الصغيرات في المؤتمر. يا أخي العزيز، أنا أطلب فقط من كل من يجيد القراءة أن يعود إلى الآلية التنفيذية التي نصت، وهذه الآلية تمت صياغتها من قبل السياسيين، من قبل من هم الآن شركاء في نقل السلطة وفي التسوية السياسية، المؤتمر والمشترك وتقريبا أربعة مثلوا هذه النخبة السياسية الحزبية وصاغوا هذه الاتفاقية وهذه الآلية. هذه الآلية نصت بأنه لابد من أن ينعقد مؤتمر حوار وطني ويبحث المؤتمر في هذه القضايا. طيب. وحدد ثمان قضايا. طيب. أنا أكمل بس أكمل. لا 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 أكمل النقطة. لا 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 لماذا الثاني. لماذا وضعنا الجزء الثاني نحن سنتحدث تمام. لماذا أدخل، لكن قبله قبل طبعا معنا دلالة البعداني ستدخل الآن وهي حالة كما قلنا البعداني حالة من حالة زوج الصغيرة. الشيخ يقول لك 15 سنة الشرع حدد انه البلوغ اما 15 سنة. الشرع لم يحدد البلوغ ولم يحدد الحيض ولم يقل هذا لا في القرآن ولا في اي شيء. ما هو متعلق بالزواج هو ترك على سبيل الإباحة، يعني ممكن انت تقول 9 ممكن تقول 10 ممكن 15، مش محدد في لا في الشريعة ولا في القرآن ان السن هكذا، ولكن يعني الحياة الآن وبعد دراسات كثيرة والأضرار التي هي مترتبة على هذه الممارسات الخاطئة، هي ممارسات عرفية وممارسات قديمة وتنتشر في كل أنحاء اليمن، هذه الممارسات لزواج الطفلات أنتجت أضرار نفسية واجتماعية وانتهاكات لحقوق كثيرة، منها انتهاك حق الحياة، حق الحياة للطفلة التي تتزوج. هناك حالات كثيرات يعني أدى زواجهن إلى أن يتم تمزيق أجهزتهما التناسلية إلى النزيف وإلى الوفاة، ثم أيضا أدت إلى أن كثير من هؤلاء الأمهات الصغيرات اللواتي يتوفين إن بقين على قيد الحياة تصاحبهن أمراض. طيب كم العمر من وجهة نظركم أنتم كم العمر؟ يا أخي شوف المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الدول العربية والإسلامية قد اتفقت على أن سن الطفولة تنتهي عند بلوغ السن 18، وجاءت اتفاقية دولية صادقت عليها 182 تقول بأن سن الطفولة هي عند بلوغ 18 سنة. إذا سن 18 سنة لا هو اختراع يمني ولا هو اختراع إسلامي ولا هو اختراع غربي، هذا ما اتفقت عليه الأمم بأن هذه السن هي السن الملائمة، لأننا نحن نتحدث عن زواج لا نتحدث عن نكاح وسرير، نتحدث عن إنشاء أسرة، عن
أن قيام علاقات أسرية، أطفال، مسؤوليات، عشرة، كيف يمكن للطفلة في الخمسة عشر سنة أن تربي جيل؟ طيب. نحن الآن نراهن على أننا نريد أن نبني دولة. أشتي بس أقول لك يعني مثال، في الصين عملوا بحث على مدرسة، بحثوا في سوء التغذية فوجدوا أنه في سوء تغذية، نشروا البحث، ما كانش حد مهتم، وصلت نتائج البحث إلى صناع القرار في الحكومة الصينية، برضو ما اهتموش، التقوا مع جماعة الباحثين، قالوا لهم هي مدرسة في الصين اللي فيها كذا مليار، يعني إيش في لما تكون فيها مدرسة فيها عندهم سوء تغذية؟ قالوا لهم لكن هؤلاء هذه مدرسة فقط أخذت كعينة. طيب. ولكن لو تم تعميم هذا على كل المدارس لوجدنا أنها مشكلة عامة، وأنتم الآن قوة اقتصادية كبيرة، هؤلاء هم قوة العمل القادمة، إذا لم تنتبهوا من الآن إلى هذه الفئة فربما سيتأثر وضع الصين اقتصاديا. من هذه النقطة أنا أقول بأنه إذا أردنا أن نبني دولة ونبني أمة ونبني مجتمع متماسك وقوي، إذا نبدأ بحماية الأطفال والطفلات. كثير من النقاط نعم. هذه أثرتها، سنعود فيها للشيخ طبعا الأستاذ شوقي القاضي، لكن قبل ذلك مشاهدينا الكرام أيضا سنستقبل دلال بعداني، لكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل الأول من الإعلان. أهلا بكم من جديد. إذا انضم إلينا وانضمت إلينا في هذه الأثناء دلال البعداني، وهي حالة من زواج الصغيرة. دلال، أنت الآن كم عمرك؟ عندك بنت على ما أعتقد عمرها 8 سنوات. 8 سنوات بتدخل بالتسع إن شاء الله. كم عمرك لما تزوجت؟ تزوجت يعني في السن صغير، عمر حدود 13 سنة بدخل بالـ14. كنت عدن بصف سادس ابتدائي، مش عارفة عن الحياة شيء، كان زواجي مفاجئ بالنسبة لي. من اللي زوجك يعني؟ يعني الأهل، رفض الزواج من الأهل. بعد الزواج عانيت كثير، أولا أنا مش قد المسؤولية، لساتني صغير، أضحك، تلعب، أعيش حياتي، أدرس مع صحباتي. صعب إنك تتقلب من رأسك لرجلك ويعتبرك إنسان مزوج وأنت عمرك 13-14 على صحباتك. لكن قدرتي على الأقل تحملي وتنجبي. بعد فترة حملت، مش مباشر، الحمد لله إن ربي حميني من عنده، مانيش من الذي على طول حمل ولدا، واللي يمكن كنت من عدد الوفيات الذي الآن يصير في المستشفيات عدد وفيات بسبب عدم تحملها للحمل أو وقت الطلق لا تستطيع التحمل بنتي. انتهى الزواج ولا مستمر؟ لا انتهى الزواج، ولكن هي بعد ما انتهى الزواج عانت كثير. نظرة المجتمع لك لما تجي تدخل المدرسة وترجع تكمل دراستك، الكل ينبذك، الكل يقول هذه مزوجة، هذه مطلقة، ممنوع تجلس مع البنات، ممنوع تلعب مع البنات، حتى المدرسات تلاقي نظرتهم لك كأنك شي منبوذ، شي نشاز، كأنك ارتكبت جريمة لا تغتفر، وأنت مش بيدك ولا بذنبك يعني. أستاذ شوقي، استطاعت أن تتزوج وتنجب أيضا، والحالة موضوع النبذ هذه مش موجودة بكثرة، يعني إذا إيش المانع إذا كانت البنت تقدر على أنها تتحمل الأعباء الإنجاب وأيضا أعباء الأسرة، إيش المانع أنه تتزوج وإن كانت في سن؟ أولا أوضح للأستاذ أمل موضوع مصطلح نقل السلطة. عشان ما نرجع. بس دقيقة. طيب. بسرعة. نقل السلطة لا نقصد به نقل الكرسي، وإنما نقصد السلطة التي اختطفتها عائلة يجب أن تعود إلى الشعب، وبالتالي نقلها من عائلة اختطفتها إلى أو الشعب. حزب إلى شعب طيب. ويبني عليها وفيها ومنها مؤسساته التشريعية التنفيذية والقضائية، هذا الذي أقصده في موضوع نقل السلطة. طيب. أما موضوع يا أخي الكريم زواج الطفلات، طبعا والله عندما أسمع الشيخ محمد وأسمع الأستاذ أمل، يعني الأستاذ أمل الباشا، وأسمع دلال، أجد هناك اختلاف. الشيخ محمد وضح أنه إذا ما كان هناك ضرر فالقضية فقط تعود الناس مثل الربط، أي جواز العقد فقط. أما قضية الزواج الوطء والدخول والزف إلى آخره، فأنا كل المشايخ الذين جلست معهم وناقشهم في الموضوع شبه مجمعين
على أنه إذا كان هناك ضرر فلا نقاش في المسألة. تعال الآن، من الذي يحدد الضرر؟ ولهذا أنا دعوت في مجلس النواب للأسف، دعوت إلى لجنة من أطباء النساء والتوليد وطبيبات النساء والتوليد، ومن النساء الكبيرات الراشدات اللي لهن تجارب، ومن علماء نفس الطفولة، لأن أيضا الجانب النفسي متعلق في الموضوع. هذه اللجنة هي التي تحدد الضرر وعدم الضرر. هذا أولا. موضوع السن، موضوع السن يا أخي الكريم، السن الذي ذكرته الأستاذ أمل الباشا فعلا سن دولي توافق عليه العالم كله، لكن أقول ما الذي يمنعنا نحن؟ لأن السن هذا لم تحدده العالم في موضوع أنه سن زواج، حدد بسن طفولة، بمعنى أن أي تمييز إيجابي لصالح الطفل ينبغي أن يلازمه إلى سن 18 سنة. حتى في الشريعة الإسلامية ممتاز هذا، بالعكس أنت الآن تميز طفل، لكن لا يعني هذا السن منعا للزواج ولا جوازا للزواج. من الذي يحدد من وجهة نظري؟ وهذا موجود في الشريعة الإسلامية، مبدأ عندنا في الشريعة مبدأ الاستقراء. ولهذا أنا أتمنى أن نبعد هذا الصدام الذي حصل، ويلتقي الناس بلجان علمية تستقرئ السن اليمني المناسب، وهنا سيبنى الحكم على الغالب. فلا يأتي واحد يقول لي والله فلان تزوجت 9 ما فيهاش حاجة، ولا الثاني يجي يقول لي واحدة تزوجت 20 سنة حصل لها حاجة. هنا يحدد. في نقطة أخرى أنا أتمنى الشيخ محمد، لأنه للأسف لبس على كثير من المشايخ ولم يصلهم رأينا الحقيقي. رأينا الحقيقي أنه حتى إذا ما حدد سنا توافق عليه المختصون كغالب سن لليمنيين واليمنيات، ينبغي أن يترك هناك استثناء لحالات الضرورة وحالات. خلينا نعود للشيخ. ولهذا عندنا في الغالب هذا سن طفولة، لكن وفيه ضرر، لكن حتى يطمئن الناس، هذا الكلام لا يقوله شوقي ولا يقوله الشيخ محمد، تقوله لجان مشكلة، لكن للأسف نحن لا نحترم البحث العلمي ولا نحترم المتخصصين. طيب، وصلت الفكرة. الشيخ محمد، رغم حالة التفاؤل التي يذكرها الأستاذ شوقي وأنه الكل مجمع، لكن يبدو أنه الخلاف سيستمر. أنت تقول السن من ناحية الشرعية 15 سنة، الأستاذ أمل تقول 18 سنة. الشيء الأول. الشيء الثاني، نحن دخلنا في موضوع تحديد الضرر، من سيحدد الضرر؟ هذه تخضع لضرر، هذه تتحمل، بالتالي لن نخرج إلى طريق السن. هل أنت مع تحديد هذا السن على الأقل مع وجود حالة الاستثناء؟ طيب يا أخي، أولا أنا أريد أن أطرح نقطتين. النقطة الأولى، لماذا أثيرت هذه القضية وطرحت في الحوار الوطني؟ يعني لأن هذه من صلب الموضوع. صحيح. الأمر الثاني في مسألة تحديد السن، أنا سأجيب أولا تحديد السن بعد التحدث عن الموضوع، باعتبار من طرق يعني ولم يجب عليه في نظري. طبعا أولا يجب أن يفهم المستمع والجميع أنه الله سبحانه وتعالى ذكر حد، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قال بلغوا. يعني هناك يعني معنى أن هناك تحديد، يعني هل معقول أن الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وما بش هناك يعني ما بش بلوغ بالأصل؟ أيوة، بس متى يحدد النكاح؟ يعني لا أستفسر من الشيخ. تفضل. ها هنا نص، يعني كيف يقال أن الشريعة لم تأتي بتحديد بلوغ؟ يعني معناته أن الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، والناس كلهم والعلماء والأمة الإسلام بشي دارية هكذا حدد ورجم. نحن هذا كلام غير صحيح ولا غير شرعي. إذن الأصل فيها ما دام جاء نص قرآني بأن هناك حد للبلوغ، إذن به هناك حد موجود، لا نحتاج نحن إلى أي تنظيمات. يعني كواقع يعني ممكن نحن نستقرأ كتجارب، ممكن نستفيد منها، لكن إذا كان هناك عندنا نصوص شرعية تحدد في هذا الصيغة، أمي لابد أن نرجع إليها. وأنا أتمنى أن الأخت أمل الباشا ولا غير، ولا يقال يعني رأي الشيخ محمد ورأي أمل الباشا، نحن نتكلم من ناحية شرعية ونتكلم من ناحية القانون الدولي. طيب. أنا يعني ما لا يمكن أن يكون مثلا خلافين ونقول اختلفوا فذهب محمد الودشي المتخصص بالشريعة وأمل الباشا. يعني هذا كلام غير منطقي. قصدي الآن من الذي يقول أنه هذا في الشرع ولا مشو شرع؟ ما هم يحددوها العلماء يفسروا كلام الله الذي قال حتى إذا بلغوا النكاح؟ احنا نجي نقول ما بيش بلغ نكاح على الاصل في الشريعه، ما دراهم. لا، في بلغ نكاح، لكن انتهى. بعد مساله من يحدد هناك، يعني نرجع الى اهل الاختصاص نقول من، يعني انتم يا اختصاصين، كان الاطباء بيرجعوا يفسروا القران نقول الاطباء، وان كان المهندسين وان كان القانون الدولي نرجع نقول لهم يفسروا القران بالقانون الدولي. يا اخوه، لابد ان يرجع الى الاختصاص اللي يفسروا القران من العلماء.
طيب نسألهم وأهل الفقه ما قالوا فيما تفسير معنا حتى بلغوا النكاح؟ إيش بلغ النكاح هذا في القرآن؟ فسرنا إيش فسر؟ ويؤخذ به ولا يؤخذ بعد يقول أنا رأيي ما فيش، لأنه هذا مسألة إيش اختصاصية ويجب أن يحترم على الاختصاص. طيب إذن هذا الأمر الثاني، إذا كان هناك أخطاء يعني مثل ما طرحت الأخت، يعني هذه أخطاء عادات قبلية اجتماعات، أخطأوا يا أخي لكن لا يمكن أن تسب إلى الشريعة ولا يمكن أن يقال أنه هذا الشرع أجازها. أيوة. هذا المثال الذي مثل يعني إما يعني هناك خلاء أبوها جاهل يعني ما فعل، لكن في النهاية هل ممكن نقول أنه التصرف الذي حدث التصرف في سن الطفولة ولا هذا هو الشرع؟ يعني هو تصرف هذا الرجل بمقتضى الشرع في نقطة يعني هذا في هذا الإطار. لحظة في هذا الإطار، لحظة بجيب لك ده سلم. لا ممكن يا ده سلم، لا أولا الأول خليني أنا واقف من ناحية شرعية. أنا لحظة الثالث، أنا أتبقي خليني أكمل الثالث. لماذا دخل في مؤتمر هذا؟ هذا في الجزية الثانية، هذا في الجزية الثانية. أنا حيأثر على لحظة دلال، أنتم ما تحسوش إيش الذي نحن نعانيه. دلال ولا تقدرين كيف نحن صادق. أنا أحمد الله أنني وصلت لهذه المرحلة دون ما جننتوا، دون ما هسترتوا، دون ما عانيتوا من الذي عانوه الباقيات. في غيري أقل مني وأخص مني عانين ويزوجون من 10 من 11 سنة. طيب دلال خلي في نقطة، تفضلي سلامة. في نقطة هنا مسألة الضرر، بأن هناك ضرر وهناك إجماع الآن من خلال سواء المختصين سواء في التوليد أو في الولادة أو في المرارة، يعني هؤلاء متفقين بأن هناك ضرر. وسبق أن مجلس النواب ومن خلال عضو مجلس النواب الدكتور نجيب الذي قدم تقرير كامل بأن هناك ضرر، إذا نحن متفقين بأن هناك ضرر. أوكي. مسألة أنه متى ما بلغنا النكاح كما هو في القرآن هي مسألة مفتوحة، ومن الذي جاء ليفسر؟ بشر مثلنا، هؤلاء البشر وفقا لتلك الفترة يعني كانت معلوماتهم محدودة فيما يتعلق بالأضرار التي هي مصاحبة. نحن نقول الضرر الأول يبدأ من الوفاة، وفاة الطفلة العروسة عرائس الموت، هذا الحد الأقصى للضرر، وانتهاء بالضرر العام الذي المجتمع يخسر فيه. يخسر أنك أنت توكل مهمة تربية أطفال يعني جيل اللي هم بنات الغد إلى طفلات. طيب. إذن كيف ستكون النتيجة؟ مسألة أن هناك أن تكون صالحة للوطء، هذه كلمة فضفاضة عامة. من الذي يحدد أن تكون صالحة للوطء؟ منذ يومين قال الشيخ الحزمي أنها ممكن أن تكون 25 سنة وأيضا غير صالحة للوطء. لا يا عمي، 25 سنة صالحة و20 صالحة للوطء، نحن نتكلم عن الطفلات الذي يتم الآن. وكما قال الأخ الشيخ محمد بأن هذه ممارسات وأعراف قبلية، لكن ما هو مؤلم أن يتم إلباسها بالشرع؟ أنها الشريعة قالت كذا، الشريعة لم تقل هذا. أنا سأعود للشيخ محمد أستاذ فوق القاضي، ملفت في مجلس الأمة. طيب ما رديتش، لا سؤال إدخال، لا هو سألني، هو سألني، هو سألني، جعلني أنا أجاوب. الشيخ محمد بأنه هذه ممارسات لا ينبغي إدخالها في الشرع، كيف نفسر أن كل المناصرين لزواج الصغيرات والمطالبين بزواج الصغيرات أو أغلبهم هم من رجال الدين أو من الملتزمين أو من العلماء حتى في مجلس النواب؟ وبالمناسبة بعضهم اعتذر عن وجود هنا حتى مجرد وجود الأخوات، مجرد وجود أستاذ أمل، يرون أن هذا اختلاط محرم إلى غير ذلك. كيف نفسر؟ لماذا تريد أن تقول للناس لا ليس من الشرع، ومن يتبنى هذه القضية من يتكلمون باسم الشرع؟ يا أخي أنا الآن أنا يعني دعوة التصرفات الجزئية يسموها الماصدق العموم، يعني نحن الآن نتكلم من ناحية الأصل. يعني الأصل معنا نص شرعي في تحديد البلوغ. طبعا التحديدات الشرعية وردت فيها تحديدات وأنا ذكرتها، يعني ذكرتها يعني حتى إذا بلغ النكاح، يعني حتى البلوغ حدده الفقهاء، حددوا بعلامات، لكن هذه العلامات يعني بعض الأحيان ليترتب عليها بعض الأحكام الشرعية، مثلا يترتب على أنه لو قتل يعتبر قاتل عمدا في يعني كي يخرج من مسمى حدث، على سبيل يسمى إيش حكم الرجل الراشد. آية. لكن حتى في 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 هذا التصرف يجب أن نعي إنه مسألة يعني التحديد، نحن معنا تحديد،
بالتحديد وردت فيه نصوص يعني مشهورة ليس اجتهادا، ولم يقل ولم يأتي من جهة العلماء أنهم هكذا ثم يصور خزنوا قاموا إيش قالوا خلاص 15 وهذاك إنبات احتلام هكذا يعني من رسوم، لا بل وردت فيها نصوص شرعية ثابتة موجودة عند أهل العلم. وأنا لا أناقش الآن أهل العلم حتى يعني يتطلب مني أن أفهم ما هي الدلالات الشرعية والنصوص استجلبها تصنيف، هذا هو موجود يجب أن يقرر. بعد مسألة يا إخوة تحديد الضرر، تحديد الضرر من جهة الشرع نلاحظ من خلال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني عائشة لما زوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن أرسل النبي مجموعة من نساء الأنصار، مجموعة من النساء جاءين يشاهدون هذه المرأة هل هي مؤهلة أن تتحمل الرجل وتحمل الوضع تحمل يعني فيما يتعلق بها المسؤوليات، جاء رأيناها جاء كذا في الرواية فجاءت أمي فزينتها ولبستها وكذا ورأيناها رأينا ما يصالح للزواج، فقال إيش على الخير والبركة. يعني هناك ممكن أن نأخذ من هذا أنه يعني التحديد تحمل المرأة المسؤولية تحمل المرأة الوضع يكون بالتحديد العدول مثل أي قضية من القضايا الموجودة في الشرع، إذا لم يأتي فيها تحديد يقول إيش يختار عدلتين رجل ويحدد هل هي مؤهلة ولا مش مؤهلة. طيب بعد مسألة إذا شخص تجاوز يرفع على الدعوة قضائية، وبعد تجاوز مسألة أنه الضابط الشرعي أو أنه زوج بدون أن تكون مؤهلة وترتب عليها أضرار نفسية وتضبط يعاقب. طيب هذا الرجل بالتعزيرية. طيب سنعود إليكم جميعا، لكن أيضا هناك استطلاع أجراه زميل معاذ منصر حول رأي الشارع في زواج الصغيرات، خلونا نتابع هذا الاستطلاع ونعود. بالنسبة لموضوع زواج الصغيرات، إذا كان ولابد يعني من وضع قانون لهذا الشيء فيجب أن لا تفرض الأجندة الغربية أو باسم المنظمات الدولية، لأنه هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأوضاع. يعني في بعض المناطق تحصل أنه البنت يعني تختلف عن بعض المناطق الأخرى، كلها يعتمد على البيئة، المناطق السهلية تختلف على المناطق الجبلية، ولذلك الشريعة الإسلامية قابلة لكل زمان ومكان وغير خاضع للإملاءات والمنظمات الدولية وباسم حقوق الإنسان. هذا باسم حقوق الإنسان نحن نفرض قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، هذا شيء لا يصح. زواج الصغيرات في اليمن يعني صراحة لحد الآن احنا اليمنيين ما قدر تقيناش لأنه نناقش موضوع الزواج المبكر، ومع ذلك أنا أرى أنه بالنسبة للزواج المبكر أنه الآباء والمسؤولين عن هذا الشيء المفروض أنهم يتخذوا أي إجراء ولو بسيط كبداية كمرحلة أولى، أنه لازم ما نعتني بأبنائنا وبناتنا. والزواج المبكر طبعا فيه زي ما تقول من الأضرار، أولا الصحية وبتأثر على الإنجاب وبتأثر على الخلفة، ولازم تكون البنت مثلا اللي هي قديم مستعدة للزواج أن تكون ناضجة تعدت سن البلوغ وأصبحت بنت فاهمة للحياة الأوضاع المعيشية والأوضاع الزوجية. سمر الحوار أعلى بكثير من أنه يطرح هذه القضية، هذه قضية ثانوية بلا شك، لابد أن يكون هناك ثقافة في المدرسة في البيت في الأسرة على مستوى القبيلة، لكن ليست يعني هم الأساسي في الحوار أن نلم الشعث بيننا وبين الفرقاء في البلد، وليس أن نأتي لمناقشة قضايا مثل هذه، فهذه قضية من وجهة نظري قضية ثانوية يمكن أن نلعب فيها خطباء المساجد المدارس المؤسسات الثقافية المختلفة، ونصل إلى تثقيف في هذا الجانب، لأنه من الصعب أن نصدر بها قانون وأن نلزم أي شخص بهذا الجانب، لكن قضايا الحوار الوطني لابد أن تكون قضايا هامة وكبيرة. قضية مثل هذه في الحوار الوطني، الحوار الوطني أتى لردع الصدى الحاصل ما بين الصفوف الشعبية، يعني ما بين صفوف الشباب الأحزاب، ما بين الساحة وما بين القضاء والحكومة والناس المؤيدين، يعني هو أتى لردع الفصل بين صفوف الناتج عن الثورة أو ما يسمى من الأطراف الأخرى الأزمة السياسية. أعتقد أنه ما لهاش أي دخل وأنها لازم تحل ببعيد عن الحوار الوطني. إدخال مثل هذه القضايا البسيطة في ظل ثورة وأزمة سياسية تعتبر ضياع للوقت واستهلاك الحوار الوطني في أشياء بسيطة، ولنا من التاريخ والعلوم الدينية والإسلامية ما يغني عن الإجابة وعن في الحوار الوطني أو نزاحم القضايا الوطنية الكبرى، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
تزوج عائشة وعمرها 9 سنين ودخل عليها وعمرها 11 سنة. فلذلك هو قدوة العالم الإسلامي، قدوة الإسلامي لأنه أرسل رحمة للعالمين. وهذا هو مجمل الكلام. لدينا الكثير من المنظمات التي تشتغل في المجال الاستخباراتي، ولا تهمها المجال حقوق الإنسان أو ما تدعيه أو الرايات التي ترفعها شعارات براقة ليس لها في الواقع أي صلة. نعود للأستاذ شوقي. طبعا أستاذ شوقي، البعض اتهم حتى شخصك أنت في مجلس النواب وأيضا الأستاذ أمل باشا والكثير بأنكم أثرتم هذه القضية لأنكم تعملون لصالح منظمات غربية وتريدون ربما مصالح معينة، يعني والوضع الصغيرة هو مشكلة في الغرب، هي مشكلة عندنا احنا. طيب أستاذ شوقي، على كل حال أنا لي عتب على الاستطلاع في موضوع زواج الصغيرات، وليس هناك امرأة استطلعتهم رأيها. هذه النقطة الأولى. أنا أتمنى في بالجزء الثاني، أتمنى لا في موضوع قبل غير الجزء الثاني المتعلق بالحوار. طيب، في موضوع زواج الصغيرات ينبغي أن تسأل المرأة عن زواج الصغيرات، هل هي ظاهرة أو غير ظاهرة، هل هي يعني لها ضرر أو ليس لها ضرر، هل المرأة معها أو لأن هي المتضرر. أما تسأل الرجال هذا الأمر الأول. طيب الأمر الثاني لو سمحت، الأمر الثاني سألها. أنا لا أرى خلاف بصراحة، يعني يبدو أنه أحيانا يراد من أي حلقة أن يكون في شيء من التاتش وشيء من الاحتكاك، ليس هناك خلاف. الشيخ يقول بوضوح أنه اي مخالفات ترتكب لا تنسب الى الشريعه. 15 سنه و 18 سنه بنقل السن، بنقل السن. طيب اذا كل ما يمارس وفيه ضرر وفيه خطا الشريعه بريئه، لماذا نريد ان نضع الشريعه في مواجهه المطالب الحقوقيه؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني، اهل الاختصاص هنا، انا اتفق مع الشيخ لكنني انا اسال ايضا سؤال، ان الا يدخل من اهل الاختصاص في موضوع زواج الصغيره، وانا اتمنى من الشيخ محمد ان يجيب، الا يدخل اطباء النساء والتوليد اذا راوا ان هذا قد صارت مما عمت به البلوى، صارت ظاهرة وصار ضررا متيقنا، ألا تتغير الفتوى زمانا ومكانا وشخصا؟ أكثر من 17 مغير موجب لتغيير الفتوى كما أوردها الدكتور يوسف القرضاوي. إذن لا أعتقد أن نختلف أنه إذا ثبتت يقينية الأضرار فلا أعتقد أن أحدا سيقف في وجه ذلك مطلقا. هذا أمر. الأمر الثاني، الأستاذ أمل تقصد موضوع وأنا يبدو أني فهمت قصدها، حتى الشيخ محمد لا يتصور أن فهمها أنه ما فيش سن، يعني الشريعة لم تحدد مرحلة للزواج، هي تقصد سنا محددا، سن يعني 13 14 15. أما حتى إذا بلغوا النكاح، القرآن الكريم حدد في كثير من القضايا أيام بالعدد، لماذا تركت هذه القضية حتى إذا بلغوا النكاح؟ أعتقد من وجهة نظري، واحد، حتى ينظر إلى العلامات التي ذكرها العلماء، وهؤلاء أيضا جزء من أهل الاختصاص، لكن أيضا حتى يندرج في الموضوع متغيرات الزمان والمكان. ولهذا حتى مشايخنا يعترفون أن تربية السواحل غير تربية الجبال، الباردة غير الحارة. إذا تركت هذه المسألة للأعراف المنضبطة بقواعد مقاصد الشريعة، والصحة وسلامة الأرواح وسلامة الحياة مقصد من الشريعة. هذا أمر. الأمر الثاني، لا أعتقد أن عالما في الشريعة سيختلف في أن هذه الطفلة إذا لم تكن تحقق أهداف الزواج، هذا الزواج وراءه هدف، إذا لم تحقق هذا الهدف من السكينة، من المودة، من الإنجاب الآمن، من التربية السليمة، فهذا زواج مريب. في نقطة أخيرة أنا بس أريد أن نبه الشيخ محمد، عشان بنروح فاصل ونعاود الجزء الآخر وهو دخاله في مقر الحوار. أنه في الحالات الطبيعية والله ما عندي مشكلة يا أخي، عندما يكون الأب طبيعي رجل راشد وطبيعي ويعي كل شيء والظروف طبيعية ما عندي مشكلة، لكن أنا اليوم مع آباء بعضهم صار مدمن إدمانات بدءا بالقات وانتهاء بأمور أخرى، في الإدمان ما العلاقة؟ هذا علاقة. أنا عندي كتاب على كل حال، أنا معي كتاب كثير من حالات الأبوة التي زوجت الأطفال من أجل المال. اسأل الأستاذ رقية الحجري كيف جاء أولياء طفلة كانت في دارها أخذوها من أجل أن يبيعوها بيع. إذا الظروف ارتبط، يعني هو ارتبط بكلامه، يعني بكلامه فقط دقيقة. بس عبد السلام انت طيب كلامه وقت للذكر برجع الأنثيات، يعني تكمل كلامه. شوف يا أخي، تتغير الفتوى زمانا وحالا واعتبار الشخص واعتبار الساحل من الجبل. هذا يا إخوي يوجه إلى أنه جعل
مسألة الزواج والسن فيه يضبط بوصف لا يضبط بعدد، لأنك أنت الآن لما تجي تقول 15 ولا 18 يعني على التحديدات الشرعية، أنت الآن لما تجي تحدد طيب يمكن تأتي في مناطق باختلاف الوضع مش مناسبة، يعني مش مناسب حتى عمرها 18 سنين مش متحمل. طيب إذا استقرأ أواقع اليمنيين حتى بالأي حتى ولو بالأغلب أنت الآن أنت الآن أشهد فعل أواقع اليمنيين أشهد فعل بسن قاسم مشترك عن إذنك فلا مانع من أن يحدد السن عن إذنك كحد أدنى ويترك باب الاستثناءات مفتوح. طيب خلاص مضطر أن أذهب إلى فاصل آخر من الإعلان، نعود لاستكمال الجزء الثاني من الحلقة وهو مخصص للجدوى من إدراج هذه القضية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. هل سيتغير شيء في مجتمع كما قلنا الأعراف والعادات تحكمه في كثير من الأحيان؟ فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة التي خصصت لمناقشة زواج الصغيرات، إدراج هذه القضية في مؤتمر الحوار الوطني. أستاذة أمل ولا تزعلي، الآن نجيب لك وقت. لماذا أدرج هذا الموضوع ضمن قضايا اقتصادية سياسية قضايا كبرى في البلد في مؤتمر الحوار الوطني؟ ما الجدوى من إدراج هذه القضية؟ هذا السؤال يوجه لشوقي. أنت في مؤتمر الحوار الوطني. هو هذه القضايا، هذه المحاور كما ذكرت في السابق، هناك 8 محاور في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية حددت المحاور أو المواضيع التي يبحث فيها مؤتمر الحوار الوطني، وقالت يبحث مؤتمر الحوار الوطني في القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضية الدستور، الانتهاكات، وحددت في الفقرة زاي من المادة الخاصة بالمحاور وبالموضوعات يبحث المؤتمر في السبل القانونية وغيرها من السبل لحماية الفئات المستضعفة أو الضعيفة، ومنها انتهاكات الطفولة والنهوض بالنساء. تكررت هذه المادة أيضا في قرار الأخ رئيس الجمهورية في تشكيل اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، وقالوا هذه المواضيع التي على المؤتمر أن يبحث فيها، وعليكم أن تصيغوا مشروع لجدول أعمال مبني على هذه الموضوعات. عندما كنا في لجنة الموضوعات في اللجنة الفنية تدارسنا هذه المحاور، هذه الآن المادة الخاصة ببحث السبل القانونية لحماية الفئات المستضعفة وانتهاكات الطفولة والنهوض بالنساء. إذن ما هي انتهاكات الطفولة في اليمن؟ فحددنا 4 انتهاكات اللي هي تأتي كانتهاكات لهذه الطفولة والحق في الحياة والعيش الكريم، هي عمالة الأطفال، تجنيد الأطفال، تهريب الأطفال، وزواج الصغيرات. إذا هنا كان زواج الصغيرات هو أحد العناوين الفرعية لانتهاكات الطفولة، ووضعنا هذا في إطار يعني في إطار محور عام هو انتهاكات الطفولة في اليمن. إذا نحن لم نقم بفرض هذا الموضوع إلا من خلال ما تم طرحه كموضوع عام. ولذلك ولماذا وضعنا مسألة زواج الصغيرات؟ لأنها هي ليست ظاهرة أو كما يقال هي حالات فردية. لا، هي ليست حالات فردية. نحن نعرف بأننا مجتمع مدى يمني زراعي ريفي، 75% من سكان هذا البلد هم يعني في الريف. ولذلك كان هناك استطلاع قامت به جامعة صنعاء مركز الدراسات النسائية، 52% من حالات الزواج تتم لمن هن دون سن 15 سنة. كم؟ 15 سنة. كم النسبة؟ 52% أكثر من نصف النساء. أكثر من النساء. نعم. يعني هذه دراسة يعني تمت قبل 5 سنوات. يعني نحن الآن مع زيادة حالة الفقر ربما يعني الرقم أكثر. إذا أنا عندي هنا أكثر الزيجات تتم قبل هذا السن، ثم أن هناك 8 فتيات تموت يوميا لأسباب تتعلق بالزواج المبكر، بالولادة المبكرة، وبتعداد حالة الولادة. أنا عندي أيضا أنه الكثير من حالات الولادة للطفلات تموت الطفل اختناقا،
ومن يعيش من هؤلاء الأطفال أيضا يصابون بأمراض تتعلق بالحالات الشلل والسبب سبب الاختناقات والبنية. بالإضافة أن كثير من البنات الذي هم يعني الذي تنجو من الموت تعيش حالة من المعاناة الدائمة، خصوصا أن الضحايا هم من الفقيرات. رضيتي إن شاء الله؟ فقيرات. رضيتي. لحظة بس أنتهي. طيب. أقول بأنه إذا لم تموت فهي تعيش حالة دائمة من المرابة، خصوصا أنها من الفقيرات ومن الريفيات وتنعدم الرعاية الصحية. طيب. ثم أنه هناك أيضا علاقة بالطلاق. دراسة أيضا أوجدت بأن الكثير من اللواتي تزوجنا صغيرات تزوجنا يعني مرات عديدات. طيب على اعتبار على طيب أنا أنا عندي فقط بالضبط 3 دقائق خلينا نوزعها، أليس كافيا ما ذكرته؟ يعني أرى أنه تحت إدخالها في مؤتمر الحوار يعتبر نوع مكر مش صحيح، يعني لأنها قضية جزئية لا ينبغي أن تدخل في الحوار. لكن في الصحة المؤتمر الخليجي اسمعني يا أخي اسمعني يا أخي. طيب تحديد الجزئية إدخال النساء الصغيرات أنا أرى أنه مكر، محاولة يعني الاتجاه نفسها، يعني هناك في الواقع اتجاه نحو حتى في يعني في القانون العدالة الانتقالي وغيرها توجه نحو محاولة تغيير القوانين الذي هي الشرعية الموافقة للشريعة الإسلامية بما تناسب مع القوانين الغربية حتى ولو كانت مخالفة للشريعة. هذا الجزئية يعني قصدي هم الآن أنا الجزئية مخالفة للشريعة، أنا أقول لكم إيش القضية إيش يعني أتصورها بصورة مثال، وبمثال يقولوا إيش اللي مش داري يقول بلسن، بالمثال هذا في صناعي يقول مش داري يقول بلسن، هذا قالوا إن شخص يعني مع احترامي طبعا مع فارق التشبيه أنه شخص كان يعني بيشتغل في الحقل فجاء شخص ضحك عليه وذهب إلى يعني ابنته وضحك عليها وزنى بها، فجاء الرجل وقد إيش يعني فعلوا الجريمة هذا، فقام الرجل طبعا الشخص شنج الأب وقام يلاحق هذا الرجل، هذا الرجل هرب، فمن مكره جر شخصه أو مجموعة حزم من البلسن وهرب، فكان يمروا على الناس مالك بدور بيقول يلاحقني على ذب هؤلاء البلسن، فالناس يمسكوا هذا الرجل يقول يا أخي اتق الله على سب البلسن أو لا تخلي المسألة مشكلة معلقة، يعني يقول أذي مش داري يقول بلسن. طيب وضحت نحن القضية اسمعنا هذا القضية تتعلق أنه مالك اتجاه تغيير الشريعة الإسلامية، هذه ما صدق جزئي، أنا أرى أنه ما بيش داعي يقرر في قارب مؤتمر الحوار أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ويحال الجزئيات والتفاصيل طيب لم يسموها. أستاذ شوقي أليس طيب ذكرت أنه فسر بالمبادرة عشان ما ضيع قضية زواج الصغيرات قضية عادلة بامتياز يجب أن تدرس وأن تناقش بتخصصات وفي أوقات طبيعية، أما إدراجها وأنا لا أحد يزايد علي، أنا عندي كتاب في موضوع منع المجتمع يعني توعية المجتمع في أضرار زواج الصغيرات. طيب. ولهذا أطالب بلجام طبيعية في أوقات طبيعية، أما الآن طيب فأنا أرى لحظة يكمل لو سمحت يا أمل لو سمحت يا أمل، أما إدراجها في مؤتمر الحوار فليس صحيحا. لماذا؟ مؤتمر الحوار هذه المبادرة جاءت من أجل ظروف سياسية بحتة أولا سينبني عليها نعم جانب اجتماعي وقانوني، لكن إدراجها من أجل يعني تمزيق مكونات الثورة ومكونات التغيير في أن يبدعوا فيما بينهم البين. هذه يا أستاذ الله يرضى عليك النص أهو كيف يا عبد السلام لو سمحت يا عبد السلام النص يا عبد السلام أنه حماية الفئات الضعيفة وحو إلى آخره على ابتداء عن إذنك، لماذا لم يدرك ميراث النساء كما ندرجوها أيضا أن يدرك سيدخلنا في دوامة. ولهذا أنا لو سمحت أختم عبد السلام أختم للرئيس هادي ولرئيس الوزراء ولحكومتنا والمكونات السياسية، اجعلوا القضايا في موضوع الحوار الوطني إلى فئتين ألف وباء، ابدأوا بفئة ألف التي تحقق أولا موضوع معالجة الجنوب وهيكلة الجيش والنظام الحكم وإلى آخره، واجعلوا لو سمحتي واجعلوا باء بعد أن يتم تحقيق ألف لا مانع من ان ننتقل الى القضايا الاخرى. اما في هذه الطريقه فانا اسطر برجع لك نص دقيقه لدلال يعني الكثير يظن انه ادخاله في زحمه المواضع السياسيه الكبيره سيضيع قضيتكم اصلا. قضيتنا عمرها ما بتضيع واحمد
كان عاقل زوجني من 13 سنة إلى 14 سنة غير زوجها من 9، ولذلك نقول رجاء لأهل الشريعة، كان أني ولا غيري، كان أني ولا جميع فئات المجتمع، أن تنظروا لنا بعين الرحمة، انظروا لنا بعين الاعتبار أن نحن فتيات صغيرات لا يجب زواجنا في هذا السن. طيب. وتحديد سن معين. طيب. ونحن نطالب الشريعة ولا نطالب الحوار الوطني، وإنما الحوار الوطني جابها كضمن الآلية ولا بد من التطرق لها. سلامت. مش مشكلة، بس نحن هذا الشيء. طيب. الشريعة هي التي تحدد. شكرا دلال. أستاذ أمل، نصف دقيقة أخيرة. ستأتي الفرعية نوعا ما مقارنة بنظام الحكم وغيره، مقارنة بالقضايا نظام الحكم والتغيير والذي خرجوا من أجله وقتل الناس في الساحات، سقطوا شهداء، ستأتي على حسب هذه القضايا، وسقطت شهيدات أيضا، ستأتي على حسب هذه القضايا. أليس من الأجدر؟ لا، ليس لا حساب لأحد. أنا أحب أن أطمن أن جميع القضايا هي مطروحة ومطروحة على طاولة الحوار. هناك ستكون مسارات، مسار يتحدث عن قضية الجنوبية، ومسار يتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان، وعن الساحات، وعن العدالة الانتقالية، هذه كلها مطروحة. هناك الآن 9 محاور مطروحة للنقاش، وستكون هناك فرق عمل. فرق العمل ستكون من المختصين. أنا كناشطة في حقوق الإنسان وقضايا النساء والأطفال سأكون في المحور الذي أنا أعتبر نفسي مختصة فيه، والسياسيين ربما ينتقلون، وبالتالي لن يكون هناك جواب على سؤال لماذا يتحسس العلماء عندما يتكلموا في الصغيرات أو الموضوع هذا ويثار مما ما ينبغي أن يثار، لأن ما دام قضية مثار ما طرحش في الحوار الذي نريد أن نتفق. لكن لماذا يثار العلماء؟ يعني السبب الحقيقي أنا في نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الله تعالى عنها عقدا وعمرها 6، ودخل عليها وعمرها 9. الآن لما تجرم، لما يقال، يعني نقول احنا عائشة لما كان عمرها 9 كانت مهيئة مؤهلة في السن والحجم والكذا، عندما تجرم مثل هذا الشكل، يعني دون ان تحلل مواصفات، نقول يعني هي مؤهلة قادرة. انتقاد صبر. طيب. كانوا بيقال ايش، كانوا يقال ايش، يعني تجريمها يعني من الرسول كان مجرم. استغفر الله. هذا لا يجوز. لا 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 دائما التجريم لا يعود بأثر رجعي مطلقا، فأنا صحيح. عندما أجرم من يبني هنا من تاريخ اليوم لا يعود التجريم إلى من قبل اليوم. هذه هي اللعبة التي يلعب بها. يعني الدليل، إذا كان هذا دليل، هناك دليل آخر يا أخي. زواج يا أبو بكر وعمر يسألان النبي عليه الصلاة والسلام زواج فاطمة، فقال إنها صغيرة، وزوجها علي يقول يعني كان صغير وزوجها، كانوا طابور وراء بعض. لا يا بعد مباشرة. لا مش مباشرة. مباشرة. لا لا لا. التاريخ أنه زوجها بعد عمر 18 سنة. لا. وأيضا. هناك الآن دراسات تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج على عائشة، كانت قد تجاوزت 8. كلام غير صحيح. سأعطيك الدراسة التي. بعد الحلقة أستاذ أحمد، بعد الحلقة إن شاء الله. اللي معه بحثي يعطي للآخر. مجددا كذا. يعني أنتم لما تزوجون بعمر 9 سنوات تفيدوا. أريد أن أختم. وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر مجددا ضيوفي الكرام من اليسار الأستاذة أمل الباشا الناطق الرسمي باسم اليسار الحوار الوطني، وأيضا دلال البعداني وهي ناشطة حقوقية، والأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، والشيخ الدكتور محمد أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. إذن مشاهدينا الكرام، كالعادة نذكركم بإمكانية اختيار عناوين للحلقات القادمة من خلال العناوين الظاهرة على الشاشة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.